لجماهير الأهلي فرحة مختلفة بفريقهم، وكل منهم يرغب في التعبير عن حبه وفرحته بطريقته الخاصة. هكذا فعل شيف المشاهير خالد عبد الفتاح. هو أحد جمهور الأهلي الذي عبر عن سعادته بتأهل المارد الأحمر لنهائي إفريقيا بصناعة وجبة مختلفة من البيتزا تحمل مواهبه في الطهي والرسم، فهي بيتزا بورتري لمحمد مجدي أفشة لاعب الفريق، وبورتري لبيبو محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء. خالد عبد الفتاح شيف المشاهير عبر عن سعادته وفخره بالنادي الأهلي ببورتري البيتزا، معلناً أن الأهلي شرف الكرة المصرية بالأداء المميز في مباراتي الذهاب والإياب أمام الترجي التونسي، متوقعاً فوز حامل اللقب الإفريقي في النهائي على حساب كايزر تشيفز وتحقيق لقبه العاشر والصعود لكأس العالم للأندية من جديد. يعني عايز اقول لحضراتكم جمهور الاهلي كمان موهوب، يعني مش بس اللعيبه في الرياضات المختلفه، لا كمان الجمهور موهوب جدا. ويعني كان معانا على التليفون لو حضراتكم تتذكروا الاسبوع اللي فات شيف خالد، واتكلمنا معاه على البيتزايه اللي كانت بصوره قفشه، وقلنا له يا ريت تبقى معانا. عايز اقول لحضراتكم هو اصلا عايش في الغردقه، جه ركب الساعه 12 بالليل امبارح علشان يكون معانا النهارده. يعني بجد احنا منورنا في البداية صباح الفل، يعني زي ما بتقال كده أقول إيه، طباخ المشاهير ولا شاف المشاهير ولا فنان المشاهير، تختار إيه؟ صانع بيتزا النجوم. صانع بيتزا النجوم. حلو، صباح الفل عليك. منورنا، أهلا بيك وميرسي على الشغل الجميل. معلش بقى لازم نوريه. طبعاً نوري حضراتكم. هو كان شيف خالد برضو في المكالمة اللي معانا قال لنا هيعمل بيتزا لكل واحد بشكله، فده أنا على فكرة والله شبهي جدا أهو. أنا تسلم ايدك يا شيف كريم، بتاعتك شبهك قوي قوي. معلش انا عايزه اوريها برضو للناس. اتفضل اهو. هو ولا مش هو؟ هو هو. تسلم ايدك، تسلم. طبعا كابتن محمود الخطيب برضو يا كريم، لو توريها للناس دي تتاكل بقى بعد ما نخلص ولا ايه؟ يعني بعد الحلقه يا شيخ خالد انا ونواد هناكل في بعض، ينفع كده يعني نعطعط في بيتزات بعض؟ من الحلاوه بقى. طبعا. لا بس تسلم ايدك، الشكل جاي بالظبط. يعني مثلا يعني كريم نوي ان انا اشوفها وده مش كريم. أيوة لا حقيقي. وانا برضو البدايه الفكره دي جات لك اصلا منين؟ وهل كانت فكره يعني ايه ترويجيه، ولا هي مجرد حاجه انت حسيت ان انت عايز تعملها؟ انا استاذ كريم، انا يعني انا طب ده تعبان يا شيخ خالد بقى. انا جاي من السفر والله، جاي من الحمد لله على سلامة. لا مبسوطين والله ان المجهود ده عملته عشان تبقى معانا في 10 الصبح. ربنا يخليك. وفعلا انا قناه الاهلي يعني طبعا. وبرضو نهنئ مصر العربيه كلها ب 30 يونيو طبعا. تمام. وامبارح كان برضو الرئيس بيفتتح القاعده بتاعه 3 يوليو. 3 يوليو تمام. فالحمد لله يعني، ونهنئ انفسنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي. جميل. انا بدات في الاقصر لان انا اساسا من الاقصر. اوكي، اهلا وسهلا. انا اساسا من الاقصر. تمام. فطبعا انت عارف لما تخش مثلا وادي الملوك او وادي الملكات تلاقي الالوان في المقابر من 7000 سنه زاهيه زي ما هي، ملهاش حل. طبعا. والحفر على الجدران والبتاع. طب انا اشتغلت في المهنه، كنت شغال في السلطات. اوكي. طب يعني اجدادنا يعرفوا يرسموا على الحجر واحنا مش عارفين نرسم مثلا على بطيخ او على قرع او. فبديت على الحته دي، اشتغلت على البطيخ واشتغلت على القرع، وبعد كده اشتركت في جامعه القوى المصريه. في تطور من نفسي، دخلت مسابقات معاهم هنا في القاهره. كانت في ارض المعارض في مدينه نصر. والحمد لله كنت اخذت ميداليه ذهب. انا اصلا مبسوطه قوي. معلش قال لك انا انا بعد كده بعد القرع والبطيخ، طب ايه اللي بعده؟ فاشتغلت على الشوكولاته، اشتغلت على الزبده، اشتغلت على التورته بتاعت العيد ميلاد وكده، واشتغلت على تورته كنت عملتها الاول. بدايه كانت في التورته، كنت عملت تورته كبيره كانت عليها صوره النجم محمد صلاح. فتخيل لما عملت التورته عملتها كبيره حوالي متر ونص في 2 متر عشان تقضي الفندق يعني. فالزباين الاجانب، كان عندي زباين المان، شافوها قال لك مش، لا دي ما تتاكلش، ده والله نصور جنبيها بس. اوكي. تمام. فبقوا فعلا كل الزباين تيجي تصور والدنيا تمام. فانت شفت بقى بنفسك رد فعل الناس. يعني الناس دي مثلا عاوزه كده. طب ليه ما تتعاملش على حاجه تاني؟ ففكرت ان انا اعملها على البيتزا. واول ما برضه بدات محمد صلاح، بس كانت البيتزا كبيره، حجم كبير.
وتبقى جايب يعني صوره للشخص وبتعمل كوبي منها؟ بجيب صوره واشتغل عليها. اوكي. فجربت الصوره الكبيره خالص وكنت شغال بيها. فطب يعني انا عايز اعمل بيتزا يا استاذ كريم، مش معقول هاخد بيتزا قد كده واروح بيها. فابتديت اشتغل على الفكره وابدا اصغر بيها شويه. تمام. لحد ما جت كورونا، طبعا الشغل وقف واتعمل الحظر واتعملت الدنيا كلها، فوقفت. فقعدت في البيت ما فيش حاجه اعملها، الشارع ممنوع تنزل فيه. ففكرت فكره تاني ان انا اشتغل بالرز. اوكي. بالرز؟ ترسم بالرز. بالرز. دي عايزه صبر، دي غير الموهبه، عايزه صبر. انت ما وراكش حاجه، انا هروح فين؟ كده كده في حظر. للدرجه دي كنت زهقان في الحظر؟ لا اصلا انت متعود انك تشتغل من الساعه 7 الصبح لحد بالليل. طبعا. تيجي تقعد مره واحده بتبقى صعب. طبعا طبعا. فالرز اخدته مش عايز ادخل فيه الوان، عايز اطلع منه الوان منه فيه. فكنت اخد الرز احمصه، احمص جزء مثلا اخليه لونه ذهبي، جزء تاني يتحرق معايا يبقى لونه اسود، وتسيب الابيض ابيض، والابيض يتلف بس على النار بحيث ان اطلع منه الرطوبه يديني اللون الابيض. اوكي. وعملت منه صور كتير، عملت منه صوره للسيد عبد الفتاح السيسي. تمام. عملت صوره برضو للسيد الرئيس الراحل انور السادات، كانت في حرب 6 اكتوبر. وعملت برضو صوره لحسن حسني الله يرحمه. وشفنا سمير غانم الله يرحمه، جميله برضو. فالقعده خليتك انك انت ايه تطور اي حاجه تشتغل بيها تاني. جميل. لما رجعت بقى الشغل والدنيا بدات، اشتغلت على الطرط البيتزا تاني. فكان عندنا قبلها كان راموس في الفندق. انا مش سامع حضرتك، ممكن تعيش صوتك شويه؟ معلش. والله انا عارفه انك تعبان. انا اسف، انا بحارب عشان اسمع. معلش. اتفضل. فكان في راموس، كان في الغردقة. راموس. راموس سيرجي. راموس. فكان موجود في الغردقة. فشيء طبيعي انك انت يعني عايز توري الزبائن ان يعني نجم عالمي زي ده بيجي صيف في الغردقة. يعني ساب كل البلاد اللي بره وجاي عندك. طبعا. فعملت الصورة بتاعته على بيتزا ونزلت على الجرايد. فبالصدفة كان واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي طب انت عملت البيتزا هتوصل له ازاي؟ قلت له والله ندعم ربنا ان هو يتغدى عندي تاني يوم او تالت يوم ونوريها له. يعني لاجل الصدفه ان هو فعلا تاني يوم كان بيتغدى، بس بيتغدى في الجزيره في الجفتون. اوكي. الجزيره عندنا كبيره. اللي هي محميه طبيعيه. ففي اللانش بتاعه قاعد هناك، قال لك انت هتاخد الغدا وتروح له هناك. هي جات لك على حد لغايه عندك اهي زي الفل. يعني حد عندي جات الحمد لله، يعني شوف ربنا. طبعا. فاخدت البيتزا مع الاكل وسط الاكل كمان. لان كان ممنوع ان احنا نتصور معاه. في تعليمات ان هو شركه الدعايه بتاعته ما تخش تصور مع حد والكلام ده. فجت التعليمات انك انت ما تتصورش معاه برضو. يعني لقيت طريقه، يعني دخلت الحاجه وسط الشغل بتاعي واخدتها ورحت. اوكي. بعد ما اتغدى وتمام التمام قول له حلي بقى، طلعت البيتزا في المطبخ فمراته شافتها. اوكي. فرحت، يعني اول ما شافتها فرحت. قلت كده تمام زي الفل بقى، هي بقى اللي هتوصلك دي على طول. اخدتها وطلعت بيها فوق. جميل. وريتها له واتصور بيها هو بيبوس البيتزا. ففي حد بيترجم بقول لها يعني عايز اتصور معاه، يعني عملت البيتزا دي وجاي لحد هنا ما اتصورش معاه. فقال لي هو شركه الدعايه مانع، بس انا هتصور معاك وانزلها على انستجرام. اوكي. وانت خدها من انستجرام. حلوه منه برضه، لطيفه منه. قلت تمام زي الفل. ففعلا برضو ايه، عدى يوم تاني يوم دخلت على الانستجرام بتاعه بقى ومتابع، فالصوره نزلت. طبعا عملت صدى واسع جدا. اخدت الصوره كوبي من عنده واخدتها نزلتها عندي، ايه بيتزا خالد تصل الى رامس. اوكي. فدي عملت بقى يعني قلبان في الغردقه كلها. والفندق عندك المدير فرح وكده ولا؟ طبعا. والله يعني. ولا عمل ايه؟ اصل هو دخلها فاهم؟ لا لا لا، هم طبعا تاني يوم هو سامعني طبعا اكيد دلوقتي. هو والشيف اتورط شيف خالد. اسئلتي انا برضه ورطت الشيف خالد. انت لا اصل يعني جالي حصل ايه؟ لا انت عملت ايه؟ ازاي تصور معاه؟ قلت له يا مستر انا ما صورتش معاه، ده هو اللي اتصور معايا. يا سيدي الصوره بتاعته دي نازله على انستجرام. طبعا. قلت له الصوره دي شاهدها لحد دلوقتي حوالي 2.5 مليون مشاهد. واو. وخش عليها وشوفها. انا كده مش مشكله يعني. قال لي كده انت شايف كده يعني؟ قلت له. قال لي طب خلاص ماشي. ده دعايه حلوه يعني. طبعا. بس ربنا كرم بعدها كنا في
كان كأس الأمم. اوكي. وقلت لو اي فريق من اي لاعب هيجيب هدف هعمل الصوره بتاعته. حلو. على بيتزاي. حلو. فطبعا الاخ عندي الصحفيين في الغردقه يعني على تواصل معايا. فاول ما جاء في اول مباراه تقريبا جاب محمد صلاح والمحمدي جابوا هدفين. طب انت هتعمل مين؟ هعمل الاثنين؟ قلت لهم انا هعمل الاثنين. طبعا. متاكد؟ قلت لهم اه. فعلا تاني يوم كنت عملتها وطلع. بعد كده تريزيجيه جاب برضه الهدف، اتعملت له ايه البيتزا بتاعته. بعد كده طبعا كان للاسف المنتخب ما كملش. وقفنا على كده لفت الايام. وفروا عليك المقادير اللي انت عمال تعمل بيها كتير. بس لا هي عارف بتعمل والله شغل في الفندق يعني أكيد. بعملها أكيد. يعني لا حتى لطيفه كمان ومختلفه. الزباين عندك المصريين والاجانب، يعني المصريين مثلا بيعرفوا اللعيبه بتوعنا، وفي اجانب عارفه اللعيبه الدوليه كلهم زي محمد صلاح، تريزيجيه، نني. طب في حد من مثلا روم سيرفيس يطلب بيتزا اللي هي برسمه شكله؟ لا مثلا هي شكل هي مش متاحه دلوقتي. ليه بقى؟ ايه اللي حصل؟ لان دي عايزه وقت. اه أوكي. تمام. وعلى الشغل بتاع الفندق انا عندي مثلا 1500 زبون. اوكي. تمام. تعملها مثلا في مناسبات؟ ده ان شاء الله بعد كده اتعمل ليها مشروع مثلا وحدها. وجوني بقى تشرفوني. ده احنا هنتشرف. طب بالمناسبه الناس بتستحسن اكتر ايه؟ هل طعم المخبوزات اللي انت بتعملها او البيتزات او الفطاير، ولا الجماليات اللي على الوش بتاعتها والصور الحلوه؟ عارف هو الفكره ان انك انت بتشوف الصوره بتاعتك على بيتزا حاجه جديده يعني. يعني لو تفتكر ايام زمان كان لما طلعت الصوره كبرنا بس في عيد لما كانت اه كانت الصوره طلعت على التورته دي كانت حاجه انجاز، حاجه كبيره يعني. صحيح. اه والله. تمام. وبعدين دي بتبقى مطبوعه طبعا. اه صح. انما دي انا رسمها يدا وبالايد. اوكي. فتفرق لما تبقى صورتك على بيتزا مثلا و حتى لا الناس هي حاجه جديده يعني، ديفنتلي حاجه جديده. وبعملها برضو عندي للزباين اللي بتيجي مثلا. في زباين بتيجي في الفندق عندي حوالي 5 و6 مرات و7 مرات في السنه اجانب. على ذكر الزباين والاجانب برضو فرصه ان انت، احنا عرفنا ان انت يعني بتشتغل في الغردقه وقاعد هناك بصفه مستمره، اخبار السياحه ايه؟ هل هي سياحه داخليه اكتر، ولا في برضو جنسيات معينه موجوده في الغردقه؟ والله هو الغردقه دلوقتي فيها السياحه الداخليه شغاله حلوه قوي. هو على كل المستويات يعني، على بص على قدر الامكانيات، كل واحد امكانياته بيلاقي الفندق اللي هو يريح. طبعا طبعا. بالنسبه لبره عندنا في المان. تمام. بس طيب. على يعني على استحياء، على استحياء كده شويه، مع ان الغردقه من الديستنيشنز وعندي المميزه أوكران. عندهم اه الاوكران بقى اللي هم يعتبر قفلوا على يعني البديل بتاع السوق الروسي. طبعا احنا كله لسه مستنيين روسيا تفتح النهارده بكره النهارده بكره، لحد دلوقتي لسه ما فيش حاجه. ربنا يصلح الحال. فربنا ييسر يعني، بس الحمد لله رجعت احسن من الاول بكتير، لان احنا كنا توقفنا يعني. طبعا. انما دلوقتي اقل فندق في الغردقه عامل مثلا بتاع 75% و80%، وفي فنادق 100%. بس برضو حته ثقافه المصريين للفنادق من ناحيه النظام يعني، من ناحيه ايه؟ من ناحيه معلش انا بخش على البوفيه باخد كميات ومش باكلها. انا مش سامع حضرتك، وانا النهارده في حاجه. انت سامع بجد؟ لا لا هو الشيف خالد بس عشان انا مش سامع والله، جاي تعبان من مشوار. انا بقول لك الكميات اللي بياخدوها بتبقى انت مش بتاخد الكميه اللي هتاكليها. اوكي. انت بتاخد كميه اللي هو بنملى اكتر يعني. يعني انا مثلا انا وانت واستاذ كريم قاعدين، فنعمل اطباق ل 10، فانا اروح اجيب للثلاثه واستاذ كريم يجيب للثلاثه وحضرتك هتجيبي للثلاثه ونحط على الترابيزه، في حين انك انت مش هتاكلي دي. هي مش ثقافه مصريين، هي ثقافه بعض الناس، ثقافه سياحه. لا هي يعني ثقافة بعض سياحة. الاشخاص طبعا مش ثقافه سياحه موجود. على كل حال تمام. على كل حال شيف خالد، علشان الوقت بينتهي واحنا لازم نستغل وجودك معانا يعني قد ما نقدر، خلينا كده برضو نعرف من حضرتك، لان خلي بالك اللي حضرتك بتعمله ده نوع من برضو تشجيع السياحه، لان انا دلوقتي لما اسمع حاجه زي كده طبعا. على فكره لو سمعت ده في بلد تانية احب اروح اترسم على الاكل يعني، دي حاجه حلوه. فانا مبسوطه ان الفكر فيه ابتكار شويه، في نفس الوقت حضرتك بتقول هتعمل مشروع خاص، فدي اعتقد حاجه هتبقى حلوه جدا يعني. فكر في الموضوع ده جد، او حتى مع الفندق اللي بتشتغل فيه لو تعملوا ديل او حاجه، ما اعرفش بس يعني ربنا ييسر ان شاء الله يعني. وكانت في برضه حاجه طريفه، كان سيديو ماني لما كان في الافضل ده حصل بقى موقف مختلف شويه. طبعا انا جهزت الاول البيتزا، قلت محمد صلاح هو اللي هيكون الافضل. اوكي. جهزت البيتزا تمام. ظبطت نفسك على كده. وكلنا كنا. وبعد كده جهزت الصوره بتاعت الجزائري، كان محرز. محرز عملت الصوره بتاعته برضو،
وفي الاخر جاني الخبر ان لا ده ولا ده اللي هياخدها هياخدها ساديو ماني. يطلع بقى بمقادير جديده. جيت عامل البيتزا بتاع ساديو ماني عملتها وهو مش في الفندق اللي عندي، ويتم اختيار ان انا اروح في الحفله اللي موجود فيها الحفله. اوكي. فروحت برضو هناك وبالصدفه اغديه هو بالعشرة اللي معاه زي الفل. فجاء الشيف قال لي بص في 10 ناس معاك هيتغدوا. طب مين العشرة ده؟ قال لي بص ده تقريبا الاتحاد الاوروبي الاتحاد الافريقي او ما حدش اداك البيان. فجهز لهم بقى الملوخيه بتاعتنا والريش والبطاطس واكل مصري. اكلوا ريش واكلوا مصري. اكلوا بعد ما اكلوا عايزين نصور معاهم بقى، يعني عايز الصوره بتاعتي تنزل معاه. فوريته الصوره بتاعت البيتزا قال لي لا انا هصور معاك. كصور معايا وكانت ايه يعني ليها لفته حلوه برضه. ثاني يوم كانت انت مليان ذكريات مع اللعيبه العالميين مش بس المصريين يا شكر. فالحمد لله يعني فكره حلوه وعايزه بس برضه ايه لسه في التجديد فيها وتتطور شويه ان شاء الله. حلوه جدا. لا بجد وربنا يوفقك فيها وسعداء جدا لحضرتك. معلش تعبناك لكن كنا حابين انك تكون معانا. ده انا العظيم السعيد معاكم بجد. وتحيه لكل الناس اللي بتتابعنا من الغردقه. صباح الفل عليكم وبالتوفيق ان شاء الله يا شيف خالد. لو جينا بقى الغردقه هنجيلك. ده والله تشرفونا. احنا ان شاء الله انت ترجع ان شاء الله بالسلامه. هتقعد لك يومين نايم لان واضح ان المشوار. هرجع بكره. هرجع بكره على الشغل برضه. ربنا يعينك. ربنا يعينك. وان شاء الله السياحه تزدهر اكتر واكتر. ده طبعا قطاع مهم جدا ومصدر رئيسي للدخل القومي. هتبتدي الاكل فعلا ولا ايه؟ لا عايزه اتصور معاهم. هنطلع فاصل لحضرات ونرجع مره ثانيه نكمل معاك. اتفضل.